هذا البرنامج برعاية زين بنك الاتحاد ساعات سيكو. وإيش بتحب تحكي لكل الناس اللي بيشوفوا الأشياء واقعة وبيتركوها على الأرض؟ نقوموها عشان الناس ما يتفركشوا. شكراً كثير. اليوم بندور على موهبة المايسترو المغرم بالترتيب. أنا زبون مستعجل بسحب باكيت فاين وأوبا بترك باقي الباكيتات وما بلمها وبروح. وتمر الأيام والشهور والسنين، مين يا ترى راح يكون عنده صفة المايسترو الأولى، الشغف للترتيب حتى لو مش مسؤوليته؟ أطولهم ولا ما أطولهم؟ أطولهم ولا ما أطولهم؟ بلاش. وكمان محاولة. أها، في نظرة إعجاب. أها، يلا على الأقل شالهم الطريق. يلا يا شباب، يلا يا شباب، البركة فيكم. شباب شباب، لا حياة لمن تنادي، بلك البركة في الشياب. يلا يا حج، يلا يا حج. خلينا نجرب نلفت انتباههم أكثر. والله أنا كمان مش مصدق عيوني. يا الله، خلاص يا جماعة ما في أمل، إلغوا إلغوا الحلقة. إحنا الآن في الوقت بدل الضائع والمحاولة الأخيرة، الثواني الأخيرة. أها أها، يا سلام يا سلام، والبكيت الأول والثاني والثالث وجول. أصغر زبون تحقق ما لم يحققه الكبار. وحاولنا نقابلها بس في مناورة أخيرة، واضح إنه موهبتها مش الأضواء أو إني مرعب. طيب سيما، بدي أقول لك شغلة بس تحاول تذكريها، هاي اسمها موهبة. عارف إنك أنت موهوبة؟ هاي اسمها موهبة. لما حد يلاقي إشي واقع بيكون خايف على الناس وبده يرتبهم، هذا بيكون موهوب. كشفنا اليوم موهبة المايسترو. مش معناته إنه الآخرين مش موهوبين، ولكن يمكن موهبتهم مختلفة عن موهبة المايسترو. قوتهم بيستمتع بالعجقة وترتيبها وتنظيمها، ما عنده مشكلة بتاتا يكون عنده 15 مهمة في نفس الوقت بينظمها بفعالية وبدون أي توتر. المايسترو بيستمتع بشكل غير عادي بالتغيير وبيتعامل مع التغيير بفعالية كبيرة. شعاره التناسق سر الجمال. النظرة السلبية الخاطئة عنه إنه ما بيركز على نظام واحد وكل شوي بيغير وبيبدل، ولكن لو نظرنا إليها بالنظرة أخرى نكتشف إنه هذا الشخصية بيحسن دائما وبيزيد من فعالية أي عملية. وين ممكن المجالات اللي يبدع فيها؟ بالسكرتارية، مدراء المكاتب، مدراء المشاريع، منسقين للمؤتمرات والمعارض. لو انحطيتوا بنفس الموقف شو تكون ردة فعلكم؟ شغلوا راداراتكم، اكتشفوا مواهبكم، كلنا موهوبين. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.